السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية كل الله وصلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم موجز لأهم الأخبار والأحداث اللي حتصير خلال الأسبوع هذا. فقبل ما نبدأ المقطع، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. خلينا نبدأ بالتفاصيل. اليوم احنا يوم 28 مارس، لازم تعرفوا الشيء ده لأن أنا بقول لكم أخبار الأسبوع، يعني أحسب من اليوم 28 لسبعة أيام قدام هجيب لكم جميع الأخبار بالترتيب. أول خبر عندنا اللي هو حزمة $4. الحزمة هذه المفروض كانت تصدر يوم 28 مارس لكن اتأجلت، فممكن هتنزل يوم الثلاثاء أو الأربعاء غدا إن شاء الله. الخبر الثاني عندنا اللي هو عودة البناء. البناء هذا حيرجع يوم الثلاثاء إن شاء الله بسبب إنه في تحديث داخل ملفات اللعبة. التحديث هذا مو إحنا ننزله، لا، التحديث هذا يصير يسموه تحديث المحتوى، يعني تحديث داخل ملفات اللعبة. بسبب التحديث هذا حيرجع البناء إن شاء الله غدا الثلاثاء. عندنا الخبر اللي بعده اللي هي تحديات المقاومة. كل أسبوع حينزل معانا تحدي من تحديات المقاومة. التحدي هذا يتكون من 3 مراحل. إن شاء الله حنزل لكم مقطع شرح لجميع التحديات. بعد كده عندنا يوم الخميس حتنزل هذه السكنات من لعبة أساسن كريد، وحتنزل في متجر العناصر يوم الخميس بإذن الله. الخبر اللي بعده عندنا تحديات الموسم. كل أسبوع كل خميس حتنزل معنا تحديات الموسم، والتحديات هذه تتكون من 7 تحديات، وحسوي لكم مقطع شرح لجميع التحديات. بعد كده عندنا الخميس حينزل تحديات السيف الشامل، ومن خلال التحديات هذه تقدر تجمع القطع عشان تفتحوا جميع استايلات السيف. بعد كده عندنا يوم الخميس الساعة 3 صباحا مع تغير الايتم شوب حتنزل حزمة الطاقم لشهر ابريل. اخر خبر عندنا اللي هو تعاون جديد بين فورتنايت والمسلسل الامريكي فارس القمر. التعاون هذا مشكوك في امره، يعني 50 أو 60% متأكدين منه. ايش السبب؟ بسبب انه يقول لك بعد ان قامت ايبك جيمز وديزني بدعوة بعض منشئي المحتوى في فورتنايت لحضور العرض الاول من فيلم فارس القمر الجديد. فارس القمر الجديد هذا مسلسل من انتاج مارفل، وحيصدر ان شاء الله يوم 30 مارس. فقالوا ممكن حيصير تعاون بين فورتنايت والمسلسل هذا، وحيصدر منه الاسكين هذا. صراحة الاسكين مرة فخم. فهذا الشيء مشكوك في امره، يعني انا متأكد منه صراحة 60-70%. تمام، هذه جميع الاخبار والاحداث اللي حتصير خلال الاسبوع هذا. ان شاء الله كل اسبوع اذا ظهرت معايا احداث كثيره حنزل لها مقطع خاص لوحدها. كده وصلنا لنهايه مقطعنا. اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر. وفي امان الله.